السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بسأل، هو ازاي اتحكم في الليارات اللي موجودة في الاوتوكاد؟ يعني انا دلوقتي شغال على الريفت، ازاي اتأكد او ازاي اقدر اتحكم ان الحاجة دي موجودة على اسم اللير الفلاني حسب ما احنا شغالين في الشركة؟ طيب لما نيجي نبص كده بنلاقي هنا الريفت بيعتمد على موضوع الكاتيجوري اوتوماتيك، يعني ما ينفعش حاجه تبقى محطوطه على اللير بتاعتها لو احنا اتكلمنا على موضوع الليرات. انما في الاوتوكاد ممكن تكون انت راسم حيطه وحاطط على اللير عمود كاميرا اي حاجه. فلما تدخل هنا بتلاقي هنا الول، لو عملت انسلكت الول هتلاقي الول اختفى تماما، كل الول بلا استثناء. تمام، ده هنا مش الول، ده دي هتلاقي دوت الفلور الأرضية ودوت الباد نفسها بتاعت المبنى. تمام، لو قلت له اخفي لي الفلور، اخفي لي الفلور، هتلاقي الشغل اختفى. فهو هنا بيتحكم في الحاجات ديت، وانا اقدر اتحكم في التخن بتاعها اثناء الطباعة من خلال المانج. بقدر ادخل في الاوبجكت ستايل ده عشان اتحكم فيها اثناء الطباعه للمشروع كله مره واحده، لو انا عايز اغير في الول كله مره واحده، ولو انت عايز تغير فيو واحد بس بيتغير في الفي في. طيب انا دلوقتي لو جيت هنا وقلت له اكسبورت وقلت له انا عايز كات فورمات، في عندي الدي دبليو جي والدي اكس اف. الدي دبليو جي اللي هو الدروينج ده خاص بالديسك، والدي اكس اف ده خاص بالتبادل بين السوفت وير. فانا اقول له الدي دبليو جي، بيبدأ يقول لي انت عايز تعمل اكسبورت ليه؟ اللوحة دي بس ولا انت عايز تعمل كل الفيوهات او كل الشتات زي ما انت عايز؟ تقدر تعمل سيليكت على اللي انت عايزه. طيب انا هاجي هنا هبص هنا في الخصائص الاكسبورت، اكسبورت سيت اب، بلاقي ده الافتراضي ممكن اعمل منه دوبليكيت بحيث احافظ على اللي موجود، فاسمي ده مثلا اي رقم، ودي الخصائص الموجودة. هلاقي ان عندي هنا اكتر من حاجة، في حاجات خاصة بالامريكان انستيتيوت اوف امريكان ستاندرد الاي اي اي، وحاجات خاصة بالايزو، وحاجات خاصة بسنافور ستاندرد، وحاجات خاصة بالبيتش ستاندرد 1192 البي اس 1192. هتيجي هنا تلاقي ان مثلا الاير تيرمينال محطوطة على لير اللي هي بروجكشن، وطبعا الاير تيرمينال ما فيهاش قط. الوول هتلاقي الاتنين متفعلين، البروجكشن وقط، ده اللير. ممكن انت تغير اسم اللير دي زي ما انت عايز، هو هنا مسميها ام اتش فيج شرطه سي دي اف اف، وده الكلر بتاعها. تمام، ممكن تيجي هنا وتزود بقى وتقول له لا كاستم، مثلا ان لو هي سبلاي تبقى كذا، لو هي ريتيرن تبقى كذا، تبدا تدي شويه نوع من التخصيص. طيب خلينا ننزل على الول، هتلاقي الول اهوت محطوط على اللير اسمها اي وول، بس في حاجات كتيره تحتيه. لما تدوس على علامه زي بيطلع لك، بتلاقي حاجه في حاجات خاصه مثلا بالباترن اسمها اي وول باترن. طيب انا عايز يبقى كله على الول، هشطبها خلي دي وول واخلي ده برضه اي وول، بدل ما عندي كذا لير للول هيبقى هي لير واحده للول، فوحد كله على الاي وول، وده الكلر. تمام، يعني احنا عندنا الواحد مثلا احمر، اتنين اصفر، وهكذا، فدي الكلر مثل 55 لون. تمام، لو انت جيت هنا الكلر هتلاقي انت عندك اختيارين، وفي 2018 في اختيار تاب بيظهر لك، هل انت عايز تشغل 255 ولا الار جي بي؟ الافضل تشغل 255 لان ده الالوان اللي الاوتوكاد بيفهمها. لو اديته ار جي بي مش هيفهم، يعني هو بيفهم 1 2 3 لحد 255. لما تدي له بقى 255 شرطه، 255 شرطه، 255، هيحس ان في حاجه غريبه ومش هيقدر يفهم انت عايز تقصد ايه. فانت خليك شغال على الاندكس كلر 255. تمام، هنا من اللاين ببدا اتحكم في الخط ده لما يصدر الاوتوكاد هيصدر عليه. هو طبعا افتراضي ان هو يصدر نفس الحاجه، نفس اللي موجود في الريفت هو اللي صدر في الاوتوكاد، وكذلك في الباترن، وكذلك في التكست، وكذلك في بقيه الحاجات. اليونت هنا بتختار بقى اللي انت شغال باليونت الجنرال. انا مفضل ان انا اعمل اكسبورت الروم سبيس اند اريا بول لاين، بحيث لو انت عايز تعمل سيلكت تعرف معلومه سريعه. وهنا بقى بتشوف انت عايز تعمل اكسبورت على اني اوتوكيت اني اصدار. تمام، في الاخر بعد كده بتقول له نكست، وبتبدا تسيف الملف دوت. اهم حاجه ان هو يكون مسيف على الاصدار فعلا اللي انت عايزه. هل انت عايز الاسم طويل، اسم المشروع واسم الدور، ولا اسم الدور بس؟
ولا سبيشال تكتب اللي انت عايزه. الاكسبورت فيو اند شيت دوت لو انت عندك شتات هيخلي فيه، لو شيت فيه اربع فيو هيخلي الشيت لوحده والاربع فيو لوحديهم وبينهم لينك، يعني افتح الشيت اشوف الاربع فيوهات بس معمول لهم لينك، كل واحد فيهم اجي اعدل فيه يقول لا افتح ملف الاوتوكاد التاني لان انا سحبه لينك. تمام. انما لما بقول له اشيل العلامه ديت يبقى خلاص، يبقى انا هيطلع لي شيت واحد بس وفي الفيوهات كلها موجوده جاهزه معمول لها بايند. تمام. يبقى انا لو انا عايز اتحكم في الليرات اجي هنا اشوف موضوع الليرات اللي انا عايزها، لو في لير زياده ببدا ادور عليه. ممكن بعد ما بيصدر بتلاقي لون مش مظبوط فبتبدا تيجي ترجع هنا تقول له مثلا لا كولوم مش 55 انا عايز مثلا ريد فخليه واحد. تمام. وهكذا.